السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيت نقدم لكم العسل. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي هائل منسم غزال، هو اللي كنحتاجو لهاد الشهر المبارك الكريم. غادي نعطي لكم بواحد الطريقه اللي بسيطه وسهله، اول مره كنديرها، وهذا راه كنعتمدو في لي كوموند اللي عندي هو باش كنخدم. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي غزال، وكيف كتعرفوا الشباك يا المعسلات كيبغيو العسل شويه عاقل، وديك والمواد اللي غادي نستعمل فيه في الطهي كتعطيه واحد اللذه واحد البنه، راه كيجي بحال العسل الحر. كنتمنى تتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. على بركة الله لهاد الوصفة كنحتاجو ليها السكر اللي كيكون هو الأساس ديال الوصفة. هنا خديت قلب ديال جوج كيلو، ممكن تعوضوه بسنيدة أولا السكر المكرك. كنحتاج نص حامضة اللي كنقطعوها هكذا طخونش، كنحتاج ليه جوج حبات ديال الباديان أولا ثلاثة اللي كيعطيه واحد النسمة زوينة، عويد ديال القرفة. كنحتاج الماء، الماء هنا عندي كل جوج كيلو كنحتاج ليها ربعة الكيسان ديال الماء، وكنخلي الكاس الخامس ملي كيطيب العسل كنطفيه به حتى تشوفوها معايا في الطريقه. من بعد ما كيطيب العسل غادي نحتاج ليه شويه ديال المسكه حره اللي كتعطيه اللمعه، وهي اللي كتخليه كيقبض في الحلوه والبغيوات مزيان. وغادي نحتاج ليه نص كاس ديال ماء الزهر، حتى هو راه كيعطيه واحد النسمه هائله. تابعوا معايا الطريقه. هنا كناخذ جميله، ما غاديش نطيبو في الكوكوط، كتاخذوا كننزل في هذاك القلب ديال السكر، وكنضيف ليه ربعة الكيسان ديال الماء، كاس ديال العنبة هالولاني، هالثاني، هالثالث، الكاس الرابع، والكاس الخامس ما غاديش نضيفه دابا، غادي نخليه حتى الاخر حتى طاب ليا العسل. هنا كنضيف ليه العويد ديال القرفة، كنضيف جوج ديال الحبات هاد حبات الباديان، كنضيف جوج تقريبا. هنا عندي نص حامضه، غنحاول نحيد لها هكذا العظيمات، كنغمها بحال ما هكا. بالنسبه للطياب ديالو هنا غادي نخليه حتى يذوب، ها كيف كتشوفوا غادي نخليه حتى يذوب مزيان ينزل، وديك الساعات غادي نشعل عليه البوطه. في الاول كندير العافيه شويه متوسطه حتى كيذوب داك السكر مزيان، كنخليه كيغلي، كنخليه عريان ما كنغطيش عليه نهائيا. من بعد ما كيغلى كنقص عليه البوطه واحد شويه، كنخلي النار متوسطه وكنخليه يطيب. من بعد ما خليته ليله كامله في الماء، ها انتما كيف كتشوفوا كيذوب على هذا الشكل صافي. دابا غادي نشعل عليه، باقي واحد الطريف ما دابش كله. المهم نتوما بداو ديروه هكذا في الليل وخليوه حتى للغدا طيبوه. ها السكر عندي بدا كيذوب، غادي نشعل عليه دابا، النار تكون متوسطه غير يبدا تيغلي، ونقص عليه العافيه ونخليه يطيب على خاطرو. كيف كتشوفوا منين كيغلي بحال هكذا مزيان، وكتلقاو الحامض هكذا اللون ديالو بدا كيتبدل، ها نتوما راه ولا كيبدا قهوي هكا من الجناب. هنا كنتو بغيتوه للبغيوات اولا بغيتو تستعملوه للبغيره اولا كتفوا عليه فهاد المرحله، بغيتوه للشباكيه كتزيدوه واحد شويه مازال يزيد يطيب. هانتوما كيف كتشوفوا هنا ملي نوصل لهاد المرحله غادي نزيد داك الكاس ديال الماء اللي قلت لكم، ونص كاس ديال الزهر، وشويه ديال المسكه حره. هانتوما حامض راه اللون ديالو تغير، غندير لكم هنا باش يبان لكم مزيان. شفتوا دابا هنا باش غادي تعرفوه، غادي تهزوا واحد الطاسه تكون بارده، غتهزوا شويه ديال العسل هكذا، وغادي تخويوه في الطاسه، غتسنوا عليه واحد شويه، وغادي تشوفوا واش عقاد اولا مازال. هنا راه سخون بزاف، وكيف كتعرفوا العسل ملي تيكون سخون راه ما تيبينش، ولا كنتو بغيتو تخدموا به يعني غادي تخليوه تصيبوه بحال اليوم وتخليوه يصبح ويبرد مزيان باش تعرفوا القوام ديالو واش هو هذاك اولا لا. صافي من بعد ما دازت خمسة ديال الدقائق غادي نطفي عليه وغادي نخليه يبرد. هنا ها الكاس اللي قلت لكم ديال الماء، هاني ستو هنا
كنبغضو به داك العسل اللي عندنا. هنا غادي نزيد نص كاس ديال الزهر، وغادي نزيد معلقه ديال المسكحه اللي دقيتها مع السنيده مع السكر. هاد الدور ديال هاد المسكحه اللي كنديروه هي كتثبت العسل مزيان على المعسلات، يعني اي معسلات درتوهم كتثبت عليهم العسل. غير بشويه بشويه راه غادي يذوب. غادي نخليه 5 دقائق يغلي صافي، وغادي نطفي عليه. دابا هذا العسل اللي طيبت اليوم، هنا غادي نوريكم العسل اللي طيبت البارح. ها هو راه صباح وعقاد، نفس المقادير نفس الطريقه. شفتوا كيف كيدير لي كلي؟ دابا الا بغيتو الشباكيه خاصو يكون بحال ما هكذا عاقد، اولا عقد من هكذا شويه. بغيتو البريوات كيكون خف من هكذا شويه، هادي لا تيكستور اللي بغيت. وباش كتعرفوا العسل وجد اولا مازال، هنا داك شويه اللي درت قبيله هنا باش يبرد، كديروه ما بين صباعكم هكذا. الا دار لكم الخيط صافي العسل راه واجد، ما دارش الخيط مازال خاصو شويه طياب. كان العسل جاكم عقد من هكا، جاكم عاقد بزاف، كتزيدوا ليه واحد نص كاس ديال الماء اولا كاس. وكانت هذه النتيجه النهائيه للعسل من بعد ما وجدته. هاد العسل راه عندي طيبته البارح، حيت غادي نخدم به اليوم الشباكيه. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي عاقد، ملي كتهزو بحال هكذا بشي معلقه اولا كيبقى كيدير خطوطه، هنا كتعرفوا العسل راه ناجح. اما هذا يلا خدمتو، دابا هو باقي سخون، يلا خرجتو. في الاول غادي يجيكم بحال هكذا، غادي يبان لكم بحال اللي جاري، وهو راه ماشي جاري مازال. هذا غادي يبقى حتى الغدا ان شاء الله، وغادي يعقد، غادي يولي بحال هذا اولا اكثر. غير بالنسبه للنصائح اللي ممكن نعطيكم، الا جاكم العسل شويه ثقيل وتحجر لكم ما تخافوش منه، غادي تضيفوا ليه واحد الكاس ديال الماء وعاودوا طلعوا فيه الغليه وخليوه راه غادي تطلق. اما الا جاكم العسل الجاري ديك الساعات غادي تعاودوا تخليوه كيطيب، ومره مره كتهزوا شويه بالمعلقه وتتنزلوه فوق البوتاجي اولا فوق شي طبيصيل، وديروه بين يديكم كيف ما قلت لكم. كديروا ديك القضيه ديال انك تاخذوا شويه ديال العسل ما بين صباعكم بحال هكذا، غادي نعطيكم مثال. هنا كتاخذوا شويه كديروها، الا دار لكم الخيط بحال هكذا راه العسل جاهز، الا ما دار لكمش الخيط يعني ان العسل مازال خاصو الطياب. وكنتمنى نكون اليوم فدتكم ولو بالقليل، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.